وهذا كان شأن الصحابة، كانوا يعرفون للجيران حقهم سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. ولذلك يذكر بأن لعبد الله بن المبارك الإمام المعروف كان له جار يهودي، فأراد هذا اليهودي أن يبيع داره، أراد أن يبيع داره، فقيل له بكم؟ قال بألفين. قالوا هذه الدار ما تسوى إلا ألف واحدة. قال نعم صدقتم بألف، لكن الألف الثاني، قال الألف الثاني لجوار عبد الله بن المبارك، لأن جاري عبد الله بن المبارك، وعبد الله المبارك بالمجزوم بأنه كان يصل جاره، يصل جاره. فلما سمع بذلك عبد الله بن المبارك أرسل له ألف دينار وقال لا تبع دارك، لا تبع دارك. وهذه أيضا قصة مروية عن أبي جهم العدوي، وهي مشهورة، لما باع داره بمئة ألف دينار ثم قال لمن اشترى، قال لهم فبكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ قالوا وهل الجوار يشترى؟ ما سمعنا بأن الجوار يشترى. فقال إذن ردوا علي داري ثم خذوا مالكم، ثم خذوا مالكم، لا أدع جوار رجل إن فقدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن شهدت قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني جائحة فرج عني. فبلغ الخبر سعيد بن العاص فذهب وأعطاه بمئة ألف وقال لا تبع دارك. هذه النماذج الرائعة الجميلة للسلف الصالح رضي الله عنهم تدل على ماذا؟ على أنهم كانوا يعرفون حق الجار ولا يلتفتون إلى يعني دين الجار سواء كان مسلماً أو غير مسلم. لماذا؟ لأنهم يستجيبون لله الذي أمر بحسن الجوار، أمر سبحانه وتعالى بحسن الجوار.